الثاني معانا نستخلوا بعضنا محمد علي الهويبلي. برا برو انت لك حسام. انا مره متعدي من حومه ما نعرفهاش، قام واحد قال لي شبيك تكحر لي صاحبي، قلت له ولا ما غزرت لك؟ قال لي ايش معناها حقار صاحبي؟ قلت له ليه راك فهمتني بالغلط. قال لي ايش معناها بهيم؟ انا فجأة نلقى 17 كليت تريح، وانا في وسط التريح عرفي صاحبي حما، قبل حما كذب علي قال لي راه عندي سنتير ونوار في الكاراتيه، جاي مغادي دولي هبط ياكل في تريحه معايا. قلت له يا حما يا اخي مش عندك سنتير ونوار في الكاراتيه؟ قال لي ليه ديبلوم في الباتيسيري. قلت له مالاش، قلت له مالاش مجايبك؟ قال لي في بالي تفذلكم بجهرب. قال لي في بالك كعك الورقه يتيب؟ يا حما نكملوا ناكلوا تريحه نروح نحكي في الحوم. روحت للحومة خويا، مشيت لأقوى خليقة في الحومة اسمه المزعزع، مشيت له قلت له يا المزعزع أنا نحب نولي خليق. قال لي شوف صح، الإجرام راه غرام وزيد فيه أنواع، فم مجرم قديم فم مجرم مبتدئ، كيفاش تفرق ما بيناتهم صح؟ بالمشية. المجرم مبتدئ ديما تلقيه يمشي هكا، ديما دير صدره هذاك، هذيك أول ضربة ديما تجي في وجهه. بار كونتر المجرم القديم، اسمع هذايا المجرم القديم تنموك لا خبط تنموك لا ضرب يولي يمشي هك سكي بيبي. والحاجة الثانية، الحاجة الثانية لازمك تبدل اسمك، ما فما حتى فصالة اسمه هو بيد وراه، وهو بالرسمي اسمي المجرمة غريبة على الاخر. دنيا يرمو عملت ريشيرش انا على الخلايق والواحد، نلقى مثلا المافيا الايطاليه، المافيا الايطاليه مش كيفنا احنا، مثلا تلقى عاملين روبورتاج على واحد من المافيا الايطاليه تلقاه قاتل 45 وسرق 18 بنكه، تلقاه يحكي متربك so I'm so sorry I do that because I, you know the drugs and نحن تلقاه ناترستوش جاي من غادي تعرفني ايش انا سكون يضربوا كلب صاحبي تعرفني ايش بالرسم. حتى في اللبسة، حتى في اللبسة مانيش كيف كيف، في اللبسة هما تلقاه لبس كوستيم شابو منظم سبات بوزي يحكي معك بونجور سافا تقل خويا يضربك بالبيستولي. احنا تلقاه في الحومة خويا اقوى حاجة لبس تي ان كاسكيت مقلوبة وذية ما فهمتش علاش، فسروا لي فسروا لي هذيا حاجة مغاد. وتقام طيش الدواء ولا تقام طيش الدواء وماشي يحب يعارك راجل عمره 90 سنة، فهمت كيف؟ يا عم كمال هبط لي خويا فضة، يا عم كمال يا برو عم كمال كان جاي نجم يمشي راه مشى للسبيطار مش هبط لك ليك انت حاسيل. وفما حاجة أخرى مثلا هي أغرب حاجة اللي هي ريت مثلا كيف يتيح واحد في من المافيا يضربوه ما يقرش، يضربوه بالضو وما يقرش، يقول لهم نيتا لا باترونا. فماش نيتا لا باترونا، احنا لهنا تلقاه يبدا يفلم في الحوم. تيريتني انا صاحبي بحث هذاك انا اعرفه كان يخدم في المركز الوطني جابوه لهنا، فهمتني شنو ما بيناتنا صاحبي؟ باش يقول لي السين، نقول له الجيم، تعرفوا ما نعرفوش. جاوبي تلقاه يفلم راه. يتنطر ستوش يجيبوه يبحث، يقول له شكون هز ستوش؟ ما نعرفش. سمير بو كلبة هو وفتحك ليمونيات باف هلقيو فيه 1500 وكسكرو تساردينة باف 2007 سرقت 350 من ستوش أمي باف بابا ربح ورقة بلانيت باف عديني باللي تحبه معلم. خويا انا خذيت كونكليزيون، خذيت من عند المافيا وخذيت من عند ولاد حومتي، لبست كوستيوم عملت لها كي منظم وخرجت نمشي في الحومه كي مجرم قديم عاد. خرجت عرضتني طفله قالت لي يا خليقه، قلت لها اي مجرم قديم هذا نتاع جديد انا قديم راني، قالت لي يا اضربني بكفة اضربني اضربني في وجهي ما تخدمني ما خصني اضربني بكف حط سبعك في خاتمي وكركن كل شيء شبيك عاي 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 يا بنتي ريدي هيا نعملوا دور هيا نعملوا دور. مشينا نعملوا في دوره خرج لنا خليقه بالرسم ويعمل لك ويهبط على الطفله اللي معايا بكف، الطفله من قوه الضربه المكياج نتاعها تحت كسر. قالت لي دليل، قالت لي دليل لاباس يا اخي وين ضربك؟ يا بنتي ضربك انت، لا ضربك انت، ايه ضربني انا فيك انت، ايش نعملوا نروحوا ولا نباتوا؟ قال لي شوف صاحبي
عندك زوز حلول، يا تقطع ونبركيها يا تجيبها راجل كومكوا وباش تموت ونبركيها. قلت له ليه صاحبي؟ قلت له زبارة جيت بركيها ولا تمر؟ قلت له زبارة صاحبي فماش تبركيها ونتفرج خلينا نتعلموا صاحبي. هكا وتعمل هكا وتجبد شوك الكتريك، تضربه هو بالشوك وتضربني انا بالشوك. ايه معاك هو حبيب راكي، انا شمدخلني جست حبيت نتفرج. ميرسي.